وكما قال شوقي: بني مصر بني مصر مكانكم تهيأ، بني مصر مكانكم تهيأ، فهيأ مكنوا للمجد هيأ، خذوا شمس السماء له حليا، ألم تك تاج أولكم مليا. لنا وطن، هذا وطننا وهذه أرضنا وهي أرضنا. لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العارضة نفتديه. لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العارضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا، نقوم على الحماية ما حيينا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا. مصر يسلم كل جيل من أبنائها الراية مرفوعة للجيل الذي يليه، ليؤدي دوره وواجبه في الحفاظ والبناء والتعمير. نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. هذا لسان حال كل ابن من أبناء هذا البلد الذين يقدرون حجم التحديات، فتراهم رجالا ولا سيما أوقات الشدائد والأزمات، حربا وسلما وحضارة وديمقراطية على النحو المشرف الذي أبهر المصريون به العالم أجمع عندما خرجوا لممارسة حقهم الديمقراطي، ليقولوا: نحن هنا، نحن شعب تضرب حضارته لأكثر من 7000 عام في أعماق التاريخ، يعرف متى يخرج ومتى يقول كلمته، ويعلم أن المواجهة ليست عسكرية فحسب، ولا أمنية فحسب، ولا علمية فحسب، بل هي أيضا سياسية وديمقراطية، خرج ليرد على كل المشككين والمحبطين والأعداء المتربصين، خرجوا ليسهموا ديمقراطيا في بناء بلدهم.